Dear Zombie Show. مولاي أخبريني قصة يا شهرزاد. أمرك مولاي. كان يا مكان في قديم الزمان، كان أطرميزي مهووسا بالنسوان. كل شيء عن حده زاد لما ضايق شهرزاد. عندها نادت للجلاد، أتى إليها بعنفوان. يا إلهي، أين أصبح هذا الخادم؟ أيها الخادم، إني أنتظر منذ ساعة، أين نرجيلتي؟ حاضر، لك يا ويلي، لقيت أنت؟ إني أحضرها لك، لكني أبحث عن بز، أم أنا لديك بز يا مولاتي؟ ماذا أنت؟ ماذا تفعل هنا يا بلا أخلاق يا بلا مربى؟ لقد بعثني. ماذا بعثك؟ بعثني أكمل. لقد بعثني شهريار لجيب لك إياه. ماذا تقول؟ قصدي أقول لجيب لك النبريز النرجيلي حتى تحطيه بتمك وتشفطي وترجعي تنفخي فيه. تشفطي فيه. لا تفهميني غلط. أنا أفهمك جيدا أيها الوسخ المسخ البلا أخلاق ولا بلا مربى. اصمت. أجل. مولاتي. مولاتي شهرزاد. نعم. هل تحبين أن تضعي أنت الرأس أم أضعه لك؟ ماذا تقول؟ أي رأس تجدين؟ لك رأس النرجيل، تحبين أن تضعيه بيدك للرأس أو أنا أضعه لك؟ كلا، أنا أضعه بنفسي. يا ويلة، وأنت تضعه بنفسك؟ وكيف تحبين أن يكون الرأس، صغيرا أم كبيرا؟ لا، أفضله أن يكون كبيرا. يا ويلة، تفضله كبيرا. بدأت تجدني. لا، صار بدأ بق. ماذا تفعل؟ أرجوك لا. انظري كم هو فظيع. انظري يا إلهي، ماذا أفعل؟ يا إلهي، أريد أن أهدئ أعصابي شوي. اذهب أيها الوغد واحضر لي قهوتي، وأريدها إسبريسو. إسبريسو؟ هل تريدينها إسبريسو بكبسة واحدة أم كبستين؟ لا، أفضلها كبسة واحدة لتكون سترونج. يا ويلي، بتفضل سترونج؟ لك، سأكبسه لك كبسة قوية لتستمتعي فيه، بعد أن تدخل الرأس بيديك وأعطيك نبريزي حتى تشفطي. سأشفط لك روحك أيها الحيوان، سأريك. أجل. مسرور. من مسرور؟ يا مسرور. لا. عمرك مولاتي. اقطعه له. ماذا؟ سوف أقطعه له. اقطع له رأسه ليكون عبرة لمن اعتبر. لحظة. أنا خادم شهريار الأرجيلي اختصاصي. لما تقلنا العيار طلبت يقطع لي راسي. Dear Zombie Show.